دهويدي الجزيري عضو تجمع أهالي درنا. سيد جزيري أهلا بك ونعتذر على انقطاع الاتصال. اهلا بك ولا باس، احنا نعود مجددا في الاتصال ان شاء الله. اهلا بك سيد جزيري. بدايه مساله اغلاق طريق كرسى، ما الجديد على هذه الطريق؟ هل لا زالت مغلقه؟ وما تاثير هذا الاغلاق على الاهالي في مدينه درنا؟ مرحبا بك وبضيوفك الكرام، ومرحبا بجميع مشاهدينا. نعم. عبر قناتكم قناة التناصح. ليس هناك جديد يذكر وإنما القديم يعاد، دائما يغلق هذا المعبر. ولعل ما أهم المستجدات والمستحدثات هو أنه تم غلق الطريق المؤدي حول اتجاه غرب درنا مرورا بقرية كرسة، تم غلقه تماما وأصبح مغلق، وليس هناك أي خروج أو دخول من خلال هذا المكان. نعم، مسألة منع دخول الحاجيات الأساسية خاصة الدقيق الذي أثر على سير العمل في المخابز بالمدينة، وأيضا بعض المواد الأساسية الأخرى، ألا توجد أي بارقة أمل في هذا الموضوع؟ أشكرك على هذا السؤال وجدير بالإجابة ونسلط عليه الضوء بشدة. أولا نريد أن نؤكد لجميع أهلنا في ليبيا سواء كان على المستوى المسؤولين أو حتى على المستوى الاجتماعي أن الدقيق مدينة درنا ومخصصه 5000 كيس لم يتم منعه، بل تم مصادرته مصادرة نهائية، وهو قوت أطفال مدينة درنا، وتم تحويله إلى مدينة البيضاء. والآن جميع مخابز مدينة درنا مغفلة باستثناء من هو عنده استطاعة أو بعض المقدرة على شراء من السوق الموازي بأسعار 10 أضعاف ما يمكن شرائه من القنوات الرسمية، وهو عن طريق صندوق موازنة الأسعار. الآن حقيقة مأساة حقيقية في الخبز، في الحصول على الخبز، وهي تعتبر من أهم متطلبات الطفل اليومية سواء كان في الصباح أو في المساء، فكلنا ليبيين وكلنا يعلم مدى احتياج الطفل للمال للخبز، فهذه أصبحت مأساة حقيقية نعاني منها من داخل بيوتنا. ماذا عن المحروقات، الوقود، سواء كان وقود السيارات أو المولدات الخاصة بالمستشفيات؟ نعم سيدي الفاضل، وأيضا في الخط الموازي واتباعا لا زال الوقود بجميع أنواعه مقفل عن دخول مدينة درنا منذ 16 شهرا تقريبا، ولو أن تفاوتت بعض الفترات من 4 إلى 5 أشهر تدخل بعض الكميات، ولكن في الفترة الأخيرة وهي منذ 6 أشهر لم تدخل أي شاحنة من شاحنات محملة بالوقود بجميع أنواعه، وهنا معضلة حقيقية من أحد المعاضل التي نعاني منها. الوقود حتى وإن وفرنا بعض الكميات سواء كان لشركة الخدمات أو لبعض المستشفيات فإنه سوف ينفذ، سيأتي وقت وإذا استمر هذا الحال أو هذا الوضع المشين فسينفذ، وسندخل في حرج من جديد وندخل في تتجدد المشاكل من جديد، وهي نفس المشاكل بكل أسف، نفس المشكلة تتجدد من بين الفينة والأخرى. نعم سيد الجزيري، مسألة الوقود أيضا يبدو أن لها تأثيرات أخرى، مسألة انتشار القمامة في شوارع المدينة وعدم مقدرة شركة الخدمات العامة من أداء مهامها. طبعا بكل تأكيد لن تستطيع شركة الخدمات بقيام العمل المناط بها في ظل غياب أهم مادة محركة وهي مادة الوقود، فعندما تغيب هذه المادة فطبعا ستعجز الآليات عن الحركة وتتكدس القمامة، وجراء هذه القمامة هناك كوارث بيئية تحدث الآن، وهي انتشار بعض الأمراض مثل التي تصيب العيون، انتشار الانفليميشن اللي هي الالتهابات الخاصة بالعيون. أيضا لا ننسى أن هناك عامل مهم جدا بالإضافة للوقود وهي اسطوانات الغاز، هذه ليست اسطوانات غاز للطهي فقط، وإنما هناك هذه الاسطوانات تستعمل في البحوث وتستعمل في المختبرات وتستعمل في التحاليل في المستشفيات أيضا، فغياب هذه الاسطوانات الغاز مؤثر جدا حتى في المجال الطبي وفي التخصصات الطبية أيضا. نعم سيد هويدي الجزيري عضو تجمع أهالي مدينة درنا والناشط المدني، كنت معي عبر الهاتف، شكرا جزيلا لك.